كتائب حزب الله هي فصيل مسلح معروف بعمله، وايضا هو ضمن اطار الدوله. نعم. يعمل ضمن اطار الدوله وممثل في الحشد الشعبي، وما صدر من تصريح يعني بحسب سمعي للموضوع هو الامر استهداف السفارات الامريكيه واستهداف القوات الامريكيه وليس السفارات الامريكيه للتصحيح. القوات الامريكيه ينظر لها من قبل هذا الفصل عنها يعني قوات محتله تمارس دور غير شرعي في العراق، وبالتالي واجب على الحكومه استكمال قرار البرلمان. يعني تصريح كتائب حزب الله نعم. مثل تصريح الحشد الشعبي او يمثل تصريح الحشد الشعبي ام ماذا؟ لا، الحشد الشعبي له ناطق رسمي وله قياده وله ممثليه خاصه يصدر عنها بعض يصدر عنها. وحزب الله ايضا مو من ضمن الحشد الشعبي؟ حزب الله ايضا يعني هو ضمن يعني فيه لواءين في الحشد الشعبي، لواءين من كتائب حزب الله هم ضمن تشكيلات الحشد الشعبي، وبالتالي حزب الله هو فصيل مسلح ضمن الحشد.